أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر أن المجلس يعكف حاليا على وضع ضوابط أخلاقية وقانونية للمحتوى الموجود على منصات البث التلفزيوني عبر الإنترنت الموجهة للمشاهد في مصر. وأكد جبر خلال جلسة حوارية بعنوان مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن أن القوانين الموجودة في مصر واجبة الاحترام، مشددا على أن المجلس يدعم حرية التعبير في إطار القانون المصري، مطالبا باحترام القوانين المصرية مثل ما يحدث مع الدول الأخرى. كان القضية المهمة جدا ما صاحب قضية النيرة اللي قتلت المنصورة وبعض وسائل الإعلام ونشرها صور الجريمة، فكان ضروريا نتفق على وضع ضوابط معينة حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات اللي بتسيء للقيم الدينية وبتسيء للقيم الإنسانية وبتلحق بالضرر بأهالي الضحايا. تم الاتفاق على أمور مهمة جدا. الأمر الأول دعم حرية الإعلام والرأي والرأي الآخر والمناداة بصدور قانون حرية تداول المعلومات، لأن ده هيساعد كثيرا في أن وسائل الإعلام تحصل على المعلومات التي تساعدها في أداء مهمتها. الأمر الثاني كان متعلق بأكواد إعلامية لابد من صدورها، إعلام الآمن للطفل، خصوصا أن الفترة القادمة الأطفال بيتعرضوا لغزو ثقافي من كثير من المنصات المدفوعة، يعني لا نريد ذكر أسمائها، ولكن في نفس الوقت كان في مطالبة بأننا نضع قواعد وضوابط لهذه المنصات